كيف يكون هناك قلب يمتلئ إيمانا يسب صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم المثنى عليهم في كتاب الله؟ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. هذا وصفهم في التوراة. وأما وصفهم في الإنجيل: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار.